يلا يا جيجي اقعد، هسه صار الصبح. بس اليوم مش عجبراني من طلع صوت، هي دائما الصبح تطلع اصوات وتزعجني. بس واو احتمال تكون نايمة. اوكي هسوني مرتاح، لان بصراحة اليوم قعدت متأخر من النوم وما حد زعجني وقعدني من وقت. اوكي حتى اليوم الاجواء حلوة، يلا خلي انزل، اكيد هسرانية مسويت لي طعام، يلا خل انزل. بس ماكو احد. هي وين رانية؟ هي دائما تكون موجودة اصلا ما تخرج من البيت، حتى دائما اني ديزني تقول لي جيجي جيب لي اكل. بس اوكي احتمال هسه راح تجي، احسن حل اقعد انتظر هنا، احتمال هسه راح الاسواق. بس اوكي صحيح، خلي اشوف شنو موجود بالصندوق، احتمال مجهزت لي الاكل. شنو ماكو اي شيء؟ شنو هاي الورقه؟ اوكي شنو مكتوب بيها؟ يا جيجي اني مليت من عيشه الفقر، ولهذا اني راح اشارك بلعبه الحبار. شنو لعبة الحبار؟ بس شلون هذا الشيء يصير؟ يا جيجي أرجوك سامحني، إذا أني رجعت راح نصير إحنا أغنياء، لين راح ينطوني 1000 دايموند، بس إذا ما رجعت معناها لعبة الحبار قضت علي. يا رانية هي شلون تروح إلى هذا المكان؟ لا لا مستحيل، أني لازم أخذ أغراضي على السريع، أني ما يصير أبقى هنا. بس يا جيجي يا وين صارت لعبة الحبار؟ حتى أنا أعرف ما أعرف وين يتجه. بس ها شنو الأوراق اللي هنا خاليها؟ أوكي أوكي مكتوب بالورقة، إذا تريدون تشاركون بلعبة الحبار تعالوا إلى هذا العنوان. هسا أنا عرفت، أنا أعرف هذا المكان وين صاير، لازم أروح وأخلي رانية ما تشارك بهاي اللعبة. يلا خل أركض. هسا أنا تقربت، أنا متأكد هو هذا العنوان. بس يا واحد منهم، بس هساني ايش راح اسوي؟ لازم ادخل لهاي اللعبه وانقذ رانية. يلا خلي اركض. هي هي انا جيت ارد اشارك باللعبه. اسمعني انتهى الوقت، اليوم اخذنا الوعيب وباكر ذاتي تعال شارك. بس ها انا ردت اسالك، اكو بنت اسمها رانية دخلت للعبه؟ رانية؟ اي نعم دخلت بنت اسمها رانية. يلا انت ما يصير تبقى هنا، يلا ابتعد. اوكي اوكي بس هسان ايش راح اسوي؟ والله هذا الجدار عملاق، بس انا لازم اساعد رانية ولازم انقذها. اوكي يا جيجي تمزين عندك هذا الهوك، خلي احاول اشمره. اوكي اتوقع هذا صحيح، يلا يا جيجي حاول تتسلق. اوكي يلا اقفز. والله يا ترانية، اوكي خلي اتاكد هاي هي او لا. اي صحيح قاعد تنتظر سراها، بس انا ما اقدر احكي وياها، والله احتمال ذول راح يشوفوني يقضون علي. اوكي خلي اشوف ايش قاعد يصير باللعبه. يلا يا جيجي اقفز. والله ايش قد اكو فيليجر. شنو ايش قاعد يصير؟ لا لا حتى قاعد اشوف كل ياكل عظميه، ما حد راح يفوز هنا، لازم اتقرب يمها واشوف ايش قاعد يصير. يلا خل اركض. يلا اركض يا جيجي. هسه انا تقربت يا ماي اللعبة، بس دول الوحيد والله قاعد تقضي عليهم. بس هاي ايش راح يصير؟ راني اذا دخلت لهذا المكان مستحيل راح تظل حايشة، اذا موجودة هاي اللعبة الشريرة حتى قضت على كل الفيليجر. دول المتسابقين يتوقعون راح يفوزون بهاي اللعبة، بس ما يعرفون اصلا انا كلهم راح اقضي عليهم وما بقى اي احد عايش هنا. يلا موتوا. شنو؟ والله رانية مستحيل راح تفوز، انا لازم اروح انقذ رانية، لازم اخبر على السريع. يلا خل اركض. هسه انا قاعد اشوف رانية. هاي رانية لا تدخلي هاي اللعبة، اخرجي على السريع. والله ما قعدت تسمعني، انا ما اقدر اصيح بصوت عالي. يلا يا بنت هسه سرالك، يلا ادخلي. اوكي اوكي راح ادخل. شنو؟ والله اللعبه راح تقضي عليها. شنو؟ لا مستحيل، هاي كل انا هاي اكل، هاي ساعدوني ساعدوني ما اريد اشارك ساعدوني. شنو؟ هاي رانية هاي رانية هاي رانية. شنو؟ انا قاعد اسمع صوت جيجي، يمكن اني قاعد احلم. شنو؟ هي انت ما قاعد تحلمين، انا هنا موجود. ها؟ لا جيجي انت وينك جيجي؟ ما قاعد اشوفك. ما قاعد تشوفني، احسن حل اشمر هذا بلكي تشوف هذا الهوك. اوكي يلا روح يا هوك. اوكي
هي صحيح هالسخنته هيرونيا. شنو؟ جيجي جيجي تينا جيجي هيرونيا ساعدني. تعاي تعاي اقفز يا رب من هاي اللعبه، هاي راح تقضي عليك. اوكي اوكي راح احاول اشمال هوك كل الزين. جيجي هساني جي ايوه هسه رانيا قدرت تخرج. ايوه جيجي اني كلش اشكرك، بس جيجي هسه ايش راح نسوي؟ هيرونيا احنا لازم نهرب، هاي اللعبه بعد ما حد ما يفوز بيها. شوفي قضت على كل الناس. جيجي انا ما توقعت هيك، توقعت انه انا راح افوز وبعد راح اربح الجائزه جيجي وبعد راح اصير اغنيه. اي هذا الشيء ما يصير. يلا رانيا تعي قفزي على هاي الشجره، لازم نحاول نهرب على السريع. اوكي اوكي جيجي هسه قفزت. يس انا قفزت، لازم ننزل منها. هوب يلا يا رانيا حاولي نهرب على السريع بعد ما نجي لهذا المكان. يلا جيجي يلا اركض. ايش قاعد اشوف اني اكو لاعب هرب من اللعبه، بس شلون يصير هذا الشيء؟ لازم اخبر اللعبه على السريع. يلا خلي اخبرها. هي افتحوا الباب، لازم تعرفون باللي صار. هي ارجوك يا لعبه لازم تعرفين بهذا الخبر. هي اسمعني شنو اللي صاير. اللي صار اكو لاعب من اللواعي بهرب. أنا متأكد شفته هرب. شنو؟ معقولة أكو شخص قدر يهرب من اللعبة مالتي؟ مستحيل يكون هذا الشيء. هي اسمعوني لازم تروحون تقبضون عليه وتخلصون منه. أكيد أكيد هسه راح أخبرهم، راح نروح نقضي عليه. يلا خلي أركض. يسا تقربنا للبيت واخيرا قدرنا نهرب. حتى اني فرحان. جيجي انا كلش فرحانة. اهلا يوم يجي. اهلا يا اولاد انا قاعد انتظركم، انتو وين جنتو؟ هي احنا جنة ما تعرف وين، رحنا لعبة الحبار، بس همزين انا قدرت انقذ رانيا. طبعا هو جيجي اصلا نقذني، بس انا لو بقي بهذه اللعبة اكيد شانسة تخلصوا مني. بس رانيا هي غير هاي ملابسك، والله اذا اجا واحد يوم يبحث عنه اكيد راح يعرفه. طبعا طبعا هسه راح اغير هاي ملابسي واطلع على السريع. بس يوم يجي انت ما تعرف شنو صار. رانيا رادت تدخل اللعبه بس انا انطيتها هوك، ومن بعد ما انطيتها هوك قدرت تهرب. وما تعرف بعد شنو صار. جيجي سان كملت. يا رانيا يا اولاد انتم ما تعرفون انه لعبه الحبار اللي شارك بيها مستحيل يقدر يظل عايش. شنو يعني اما قاعد افتهم؟ اي صحيح يعني شنو؟ قبل ايش راح يصير اصلا؟ يعني حتى لو انتم هربتوا هسه اكيد راح يبحثون عنكم وراح يجون للبيت يقضون عليكم. مستحيل. انت متاكد من هذا الشيء؟ اي طبعا انا متاكد. جيجي سمعت شنو قال؟ انا بديت اخاف. معقولة جيجي راح يتخلصون مني؟ شنو؟ بصراحة انا ما اعرف بهذا الشيء. اذا يا رانيا افضل حل ان نخرج من هذا المكان ونروح نعثر على مكان جديد نبني بيه بيت. بيت جيجي الصور بيت ما راح يفيدنا، لازم يكون عندنا مخبأ ونحتمي بيه. اوكي ايه صحيح لعدم راح نسوي مخبأ. اوكي يا ميجي انا اشكرك انت خبرتني. يلا تعي رانيا هسه لازم نجمع كل اغراضنا اللي نحتاجه حتى نخرج من هذا المكان وبعد ما نرجع هنا. طبعا طبعا جيجي بس لازم نستعجل قبل لا يجوا يتخلصون مني. يس انا ابتعدت عن المنطقة وجيت لهذا المكان. بصراحة هنا اذا نجي مستحيل ذول لعبة الحبار الجنود مالتهم راح يعثرون علينا. صح جيجي راح يكون مكاننا كلش بعيد واصلا ما راح يعرفون احنا بهذا المكان. اوكي رانيا تعاي خلينا نتقرب هنا، اتوقع هنا بين الاشجار راح يكون عندنا بيت اسطوري وهم راح نكون قريبين على المدينة، حتى اذا نريد نشتري اكل او شيء احنا قريبين. صح جيجي. اوكي بس جيجي وين راح تبني؟ بهاي الجهة؟ رانيا اعتقد هذا المكان راح يكون اسطوري، شنو رايك اذا نبني بيت على السريع؟ بس ولو هذا البيت، اوكي لازم اترك باب هنا، اتوقع هسه صحيح، اوكي حجم البيت هذا زين رانيا، بس هي مثل ما تعرفين طابق راح يكون الي وطابق راح يكون اليك. يلا اوكي جيجي ماكو مشكلة، اوكي جيجي اهم شيء نكون بالطابق الثاني، لان الطابق الثاني راح يكون كلش حلو. اوكي لعد انا راح اخذ الطابق الاول. يلا يا جيجي بعد خلي نصعد هنا ولازم نبني. اوكي خليت مكان للشبابيك، هسه لازم اخلي هذا هنا. ولو البيت راح يكون حجمه صغير بس هيك ضايع بين الاشجار مستحيل يعثرون علينا. هسه لازم ندخل واحاول. هيرونية هذا الشباك خطأ، طبعا الشباك كل ما يكون كبير يكون احلى. هسه لازم شنو؟ اوكي لازم ابني هنا على السريع هيجي ورا اكمل هذا الجدار.
رانيا اوكي حاولي تبنين، ثانية راح اسد هذا المكان. اي طبعا جيجي، حتى يكون الطابق الثاني، والطابق الثاني راح يكون الي. اوكي بصراحه اوكي خلي اكسر هاي الديرت، هسه لازم اخلي هنا وبعدين يلا يا جيجي. اوكي هذا الشباك اول وهذا الشباك الثاني، هسه لازم احاول اسوي مكان حتى للصعود. اوكي رانيا انت عندك درج؟ اي طبعا طبعا جيجي، انا عندي كل شيء، اذا تريد بس راح اعطيك درج. اوكي لان احتاج انه اكسر كل هذا القراص واحوله الى خشب على السريع. اوكي بصراحه انا عندي بلوكات خشب، يلا يا جيجي خلي هنا. اوكي صحيح هسه لازم اكسر هذا. هي جيجي يا مزعج، انت مثل ما اشتغلت وياك بالطابق الاول، تعال ساعدني بالطابق الثاني. هي انا قاعد اشتغل هنا وقاعد اسوي هذا، بس يلا اوكي خل اخذ هذا الدرج ورا اخليه هنا حتى اقدر اصعد الرانية. اوكي هسه صحيح. هسه لازم اخلي هنا بلوكات الخشب واحاول اكمل هاي الارضية على السريع، يلا خل اشتغل. الان ايش قد اشتغلت وقدرت اكمل هذا البيت، بس بصراحه اني تعبت. اوكي يا ترانيه اني كلش تعبت. جيجي عشان هذه الارضيه خشب، انت ايش مطلني خشب؟ خشب بصراحه خلاص كل الخشب اللي عندي. ويا مزعج، ما تقول انه اني هم لازم ابني يكون طابقي من الارضيه تكون خشب وتكون ديرت. هي رانيه بصراحه انت ساكنه بالطابق الثاني، انا ساكن بالطابق الاول، وهذا يكون كلش بارد ولهذا استخدمت الخشب. يا مزعج يا كذاب، بس شوف اسمع جيجي، انت متاكد هنا ما راح يجينا احد ولا راح يشوفنا اي شخص من ذول الاشرار؟ اكيد رانيه بصراحه احنا صرنا بعيد على البيت مالتنا، حتى اذا بحثوا بكل المدينه ما راح يعثرون علينا. جيجي افرض اذا عثروا على بيتنا، جيجي انا كلش اخاف منهم. رانيا لا تخافين، بصراحه انا عندي خطه اسطوريه، ذولا مستحيل راح يعثرون علينا بهذا المكان. بس جيجي مو المفروض ان نسوي مخبئ؟ انت شو تقول؟ اوكي رانيا هي هاي خطتي الاسطوريه اللي راح اسويها. كل زين، بس جيجي وين راح يكون هذا المخبئ؟ اوكي المخبئ رانيا انا بالنسبه لي راح اسوي مخبئ لي، انت وين راح تختبئين؟ ها؟ ونختبئ؟ وجيجي ما اعرف، اصلا ما عندي افكار مثلك. بس جيجي خلي اشوف فكرتك بالبدايه، بعدين انا افكر ايش راح اسوي. اوكي رانيا بصراحه انت ما عندك فكره مثل هاي. اوكي يا جيجي بعرانيا باش راح اسوي، هسه بدي احفر هنا هنا. اوكي بعرانيا هسه هيجي بعدين. اوكي يا جيجي هوب هسه اشر هنا. بعرانية أنا عندي أفكار أسطورية، مستحيل أنت راح تسوين مثلها. شنو؟ جيجي؟ هي شو سويت هذا الشيء؟ رانيا بصراحة أنا حفرت داخل هاي المكتبة وراح أسوي لي مخبأ أسطوري، وعن طريق هاي المكتبة ننزل تحت الأرض. جيجي هذا الشيء كلش حلو، بس جيجي أنا إذا رد أنزل تحت الأرض أكيد راح أوقع بالطبق مالتك. هي رانيا بعرف إيش راح أسوي، هسا أنا أقول لك باي هسه بديت احفر، بديت انزل داخل المكتبه، والله هذا المكان اسطوري. جيجي انا معجبني كل شيء، عندي مخبأ حلو. جيجي انا مخابئي مو مثلك مخابئ اسطوريه. اوكي طبعا رانيا بصراحه انا اتعب بهاي المخابئ. اوكي هسه هنا بعد يا جيجي، هسه راح احفر بعد شويه. اوكي هسه انا بديت انزل. اوكي اعتقد هذا الشيء كلش كافي. هي رانيا ابتعدي ابتعدي، انت وين جاي بهذا المكان؟ جيجي انا ريت يكون عندي مخبأ حلو. جيجي حتى اذا جاوا لهذا المكان ما راح يكشفوني اصلا وين. صحيح بس اوكي راني انت لا تهتمين، هذا المخبأ راح اسويه انه يكفيني انا وياك نقدر نختبئ. بس جيجي لا احتمال المخبأ مالتك احتمال راح ينكشف، انا لازم اسوي مخبأ لي. شنو مخبأ لك؟ هي راني تعب يعني وين نزلت؟ هسه هنا بعدين هنا نحفر. رانيا تعالي ساعديني، هذا المخبأ راح يكون لنا اثنيناتنا. يلا اوكي جيجي ما يخالف انا راح اساعدك. يس احنا حفرنا هذا المكان، اتوقع هذا المخبأ راح تكون غرفة اسطورية، يعني اذا شفناه متقربوا علينا راح نقدر ننزل هنا. اوكي جيجي هسه انا قاعد اشتغل وراح اثث الغرفة وراح تكون كلش حلوة. شنو؟ هي شنو هذا الكاربت من اللون الوردي؟ جيجي وذا لي انا قاعد اشتغله اكيد راح يكون من اللون البينك. شنو؟ انت ما تعرفين هذا المخبأ مالتي وانا اللي سويت هذا المخبأ، مستحيل اقبل بهذا اللون. جيجي اصلا ما كفر. يا شرير
شلون تتجرأ وتكسر كل هذا الكربت مالتي؟ يلا رجعي. هي ابتعدي منه، انا مستحيل اسمح لك. ثاني شيء اوكي، واني ما جاب الكربت مالتي الازرق. كل زين. اوكي جيجي، لعد راح استخدم هذا اللون الابيض. اوكي هس راح يكون هيك حلو. اوكي بس اخذي هذا اللون الوردي المقرف، هسه انا تخلصت منه. اوكي يا جيجي، هسه اجى الوقت انه ابني الدرج حتى نقدر نصعد منه. في حال اذا اجوا يبحثوا عنه راح يكون عندنا هذا المكان اسطوري. بس اوكي احتاج اسوي باب، مستحيل يظل هيك مفتوح. اوكي اذا يا جيجي، هيران يخرج على السريع. اوكي جيجي اوكي، اصلا عجبني المخبي. اوكي هسه هنا صارت بي باب، مستحيل يتوقعون انه اذا فتحوا هاي الباب راح يوصلون للمخبي. اوكي رانيا يلا تعي يخرج على السريع. اوكي جيجي هسه انا جيت. يس احنا جينا وعثرنا على هذا البيت. اسمعين يا لعبة، هم موجودين بهذا البيت. اكيد هم موجودين، وجه الوقت اني اقضي عليهم. هيا يلا روحوا يا اشرار، راح اقضي عليكم كلكم. بس راح ينقضي عليهم بهذا الليزر. اوكي يا لعبة، تريديني ادخل واشوفهم؟ اي طبعا طبعا، اكيد هسه تخلصنا منهم. يلا ادخل يا حارس. اوكي اوكي يلا افتح يا باب. شنو هذا البيت فارغ، ما بي اي احد، بس اكو طابق ثاني. يلا خلي اصعد واشوف. هيا اولاد. شنو؟ لا مستحيل، هذول خرجوا من هذا البيت. بس احنا ايش راح نسوي؟ يلا خلي انزل على السريع. يا لعبة، هذول ما موجودين بالبيت، خرجوا من هذا البيت. شنو؟ معقول يصير هذا الشيء؟ شوف اسمعوني يا جنود، انتشروا بالقرية ولازم تبحثون عنهم بكل مكان، لازم نعثر عليهم. اكيد اكيد، هسه راح ابحث عنهم بكل مكان. يلا خلوا اروح. واني كلش خايف، هذول لعبة الحبار هجموا على بيت جيجي برانية. بس شنو هذا الصوت؟ ليش الارض قاعد تهتز؟ يس لازم ابحث عنهم. بس ايش قاعد تشوف هنا؟ هذا شخص هنا. هي انت شوف اسمعني، انت تعرف رانيا وجيجي؟ ارجوك، انا ما اعرف رانيا وجيجي، ما اعرف من هذول الاولاد. شوف اسمعني، اصلا بيتك كلش قريب عليهم، اكيد تعرفهم. هي شوف اسمعني، انا راح احسب من الواحد للعشره، اذا ما جاوبتني من جيجي وراني وين اختبئوا انا راح اتخلص منك. شنو؟ هي ارجوك لا تتخلصين مني. ما يخالف، انا راح اقول لك ما وين راحوا. كل زين، يلا خبرني على السريع. اسمعين يا لعبه، بصراحه ما خرجوا من هذا الطريق، وبصراحه ما اعرف وين راحوا. كل زين، اجى الوقت ان نبحث عنهم وبعد اقضي عليهم. يلا خل اروح. واني كلش عجبني هذا المكان، بصراحة هذا أحلى مكان بالعالم، لين بيتي صار بالغابة. ساش قاعد أسمع؟ الأرض ايش قاعد تهتز؟ جيجي ايش قاعد يصير؟ جيجي الأرض قاعد تهتز. رانيا احتمال هاي اللعبة تقربت علينا. جيجي ايش راح أسوي؟ أكيد راح تجي علي، راح تقضي علي جيجي. أنا كلش أخاف. اي تعاي تعاي، احنا عندنا هذا المخبأ السري، لازم ندخل بهذا المكان. بس تذكرت، يلا جيجي اختبئ اختبئ. هاي رانيا سدي الباب لا تنسين. يلا سدي الباب. بس جيجي معقولة راح تكشف مكاننا؟ بصراحة أنا ما أعرف، بس احنا مكاننا هذا سري، راني لازم نقعد هنا وننتظر. اتمنى انه ما تعثر علينا. يس احنا حاصرنا البيت يا لعبة، هم موجودين بهذا البيت. كل الزين، اجي الوقت اللي نقضي عليهم. اوكي والله هذا الليزر اسطوري، اكيد هسه نقضي عليهم. شوف اسمعني، اجي الوقت انه تدخل البيت وبعد تشوف، اكيد هسه انقضت عليهم. يلا ادخلوا تفقد. اوكي اوكي يلا افتحي يا باب، اكيد هسه انقضى عليهم. بس ماكو احد هنا، هذا البيت فارغ، بس هاكو طابق ثاني. يلا خلي اتاكد، انا متاكد هاللعبة قضت عليهم. ماكو اي احد هنا. اوكي خلي اطلع واشوف. يا لعبة ماكو اي احد بهذا البيت. شنو؟ لا مستحيل، ذولا وين اختبئوا؟ مستحيل اسكت، ولازم اتخلص منهم. يا جنود ابحث بكل مكان. هاي تعالوا حاولوا تبحثون اكثر، يلا ابحثوا. واني كلش خايف، انا قاعد اسمعهم موجودين بالطابق الثاني. جيجي انا يمكن راح اطس. شنو؟ هاي انتي وقتك، هسه اكيد راح عرفونا وسمعوا مكاني. شنو؟ بس جيجي انا من هاي قبل ما اخاف، هي العطسه جتي. شنو؟ هي وقت عطسه. بس اوكي
والله ما قاعد اسمع اي صوت، هي رونيا ماكو اي صوت. جيجي معقوله يكونوا ابتعدوا؟ لا ما جاء صدق رونيا، احتمال خافوا من العاصمه ما تجربوا. صحيح هي تصدقتي انا قاعد الشاقه، احتمال هم ما عثروا علينا وراحوا. ها صح جيجي، لا ما جاء صدق. جيجي سهل، شو حنسوي؟ نخرج؟ هي انتظري، لا انتظري لازم ننتظر 5 دقائق ورا نخرج، ما يصير هسه نخرج. يلا اوكي جيجي راح ابقى هنا انتظر، بس اني كلش فرحانه اني معثره على مكاننا. يلا خلي اركض، يا لعبه اني بحثت عنهم كل مكان بس هذا الشيء صعب، اني ما عثرت عليهم. شنو معقول يكون ابتعدوا؟ قرية كلش بعيدة. بس شوف اسمعني، احنا بما انه ما عثرنا عليهم لازم نرجع لمكاننا. يلا تعال. اوكي جيجي انا كل شوي انتظرت حتى نكره هالاماكن تحت الارض، ارد اخرج. اوكي رونيا هسه انا ما قاعد اسمع اي صوت، اتوقع نقدر نخرج. يلا يا جيجي افتح هاي الباب، هسه الوقت ان اخرج. جيجي المكان امن؟ اي طبعا امن رونيا، ماكو اي حد هنا. كل زين يلا هوب. اوكي خلي اتاكد من الطابق الثاني. جيجي هنا اكو شيء. هي شنو اكو؟ جيجي هنا اكو خروف. خروف؟ هي قبل خروف هو لعبة العبار، انتي ليش هيجي؟ جيجي شبيك؟ جاي اقولك انه اكو شي، اوكي بس هذا الخروف كوش راح يفيدني. جيجي شو رايك نطلع نصيده وبعدها نشوي؟ اوكي روني بصراحة اني عجبني هذا المكان، لان اكو حيوانات هنا بس ابتعدوا عني، واو هذا احلى مكان بالعالم. ولنا حبايبي وصلنا نهاية الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة، نلتقي فيديو جديد، مع السلامة.